السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، نتمنى على الله انكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. عطله سعيده لكل وحده دوزات العطله ديالها، تكون سافرات او لا، المهم مشات لشي بلاصه او لا حتى اللي تكون جلسات في الدار، غير المهم تكون دوزاتها بصحه والعافيه. الوغ عطله سعيده للجميع. بالنسبه ليا انايا، بالنسبه للاخوات كلهم اللي كانوا سولوا فيا وتهولوا عليا، الوغ نشكرهم من هنا بزاف بزاف بزاف. انايا ما كان عندي حتى شي حاجه، الحمد لله بخير وعلى خير، غير حتى انا خديت واحد القصه ديال الراحه. كما كتعرفوا العام كله الواحد في تماره، هو في الجهاد، هالعمل مع المحل، هالعمل مع الكليونت، كذلك الاشغال ديال الدار، وكذلك اليوتيوب. واليوتيوب كما كتعرفوا بالنسبه سورتو لهاد القنوات ديالنا حنا، القنوات التعليميه، كياخذ منا واحد الجهد كبير، واحد الجهد كبير، واحد الوقت كبير كثير كياخذوا لينا هاد اليوتيوب هذا. الوغ هادشي علاش باش دائما تنقول لكم حاولوا تشجعونا، حاولوا تشجعوا هاد القنوات التعليميه، راهما فريمون راهم كيديروا واحد الجهد كبير 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 باش يوصلوا لكم المعلومه. راه كذلك فيها بحث، فيها توجد، فيها تصوير، فيها مونتاج، فيها بزاف بزاف ديال الحويجات اللي هما كياخذوا من الطاقه ديال الواحد، كياخذوا من الوقت ديال الواحد باش كيجيبوا لكم واحد الحاجه اللي هي تفيدكم. الو حاولوا تعاونوا هاد القنوات هذه باش يزيدوا لقدام، حاولوا تعاونوهم بالتشجيع، تعاونوهم باللايك، تعاونوهم كذلك بالبارطاج، حاولوا تعاونوهم وتعاونوهم كذلك بالابوني، سورتو اللي كيكونوا غير يشوفوا وما كيكونوش دايرين ابوني. داكوغ، دونك هادي جات غير في الهضره باش انايا قلتها لكم. فوالا، دونك انا من هنايا بغيت نشكر كل وحده لانها تهولت عليا، سولت فيا في الخاص، سولت فيا كاع بالتليفون، سولوا فيا بزاف بزاف الاخوات. الوغ نقول لكم بانني بخير وعلى خير ونشكركم بزاف بزاف بزاف. غير انايا خديت شي شويه ديال العطله وصافي، وهنا معكم من جديد ان شاء الله. وغادي نبداو موسم جديد، موسم غادي يكون حافل، غادي يكون فيه بزاف ديال الجديد ان شاء الله، الله بحول الله. وها حنايا مع حنايا جميع، غير نتوما اللي عليكم انكم تعطوني شي شويه ديال التشجيع، تشجعوني باش انايا ما نعياش وما نملش ونزيد معكم، نعطيكم جهدي وكل من جهدي صافي. دونك فوالا، انا هادشي اللي جيت باش غادي نقول لكم. الوغ عوده ميمونه ان شاء الله، حنايا جميع، وحنا غادي نستافدوا مع بعضياتنا بزاف وبزاف ان شاء الله. الوغ فوالا، حاجه واحده اللي بغيت نقول لكم، وهو كل الاخوات اللي كيصيفطوا لي دي ميساج اللي هما زوينين بزاف وكيعزوني، حتى انا نقول لكم بانني كنبادل لكم بنفس الشعور، حتى انا كنعزكم بزاف وبزاف. الوغ انايا غادي نحاول باش نشوف من جهتي اشنو اللي غادي يكون في هذا الجديد هذا اللي غادي نديروهم. وحتى نتوما الاخوات كلكم، كل وحده بغات شي حاجه بغاتني نصوبها ليها، شافت شي فيديو في شي بلاصه ولا شي حاجه وبغاتني باش نديرها انايا بالطريقه ديالي، ما عليها غير تقولها ليا وانا ان شاء الله غادي نبحث فيها وغادي نحطها لكم ان شاء الله بحول الله. الوغ فوالا، هادشي اللي بغيت نقول لكم. نتلاقاو ان شاء الله قريبا في الدرس الاول، في الدرس المقبل ان شاء الله قريبا. الوغ بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله قريبا. السلام عليكم.